بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان المبارك، يقعدوا علينا وعليكم الايام بالخير. النهارده كان في قرعه دوري ابطال افريقيا ربع النهائي، وطبعا كلنا كنا متوقعين ان في مواجهات عربيه هتحصل، لان الفرق العربيه 6 فرق في مقابل سان داونز وبيترو اتلتيكو، فكده كده كنا متوقعين مواجهات عربيه. بس بصراحه انا كاهلاوي من اكتر الفرق اللي كان نفسي ان انا اتجنبها فرقه الرجاء. انا كان نفسي ان انا اتجنب الرجاء البيضاوي، لان مش هكدب عليك، من اكتر الفرق اللي كان نفسي الاهلي يتجنبها هي فرقه الرجاء المغربي، لان فرقه الرجاء المغربي عندهم جمهور مرعب. غير ان السيد رشيد الطاووسي بدا ان الفرقه تاخد كيرف عالي، والفرقه بدات ان هي ترجع، وبدانا نشوف الرجاء بدا يرجع يلعب كره هجوميه. الرجاء بيعرف يستغل الكرات الثابته. الاهلي الناحيه الثانيه، بص احنا مع موسيماني مزبلطين كده، مالناش ماسكه حرفيا. احنا ممكن ناخد دوري ابطال بس ما نقدمش كره ب2 جنيه، وممكن نقدم كره ونكسب برضه. بص احنا فرقه طماعه، بس ان شاء الله باذن الله هنعرف نعمل نتيجه ايجابيه مع فرقه الرجاء. انا كاهلاوي بتمنى ان الاهلي يكسب الرجاء، مع احترام الجمهور الرجاء ومع احترام كل الاخوه المغاربه، الاهلي فوق الجميع يا برو. الترجي هيلاعب وفاق ستيف. بص هو فاق ستيف كلنا عارفين مشاكله الماديه ومشاكله الماليه عامله ازاي، بس وفاق ستيف فكره ان هو يوصل دور 8 دي حاجه ريسبكت كبير جدا لفاق ستيف. هل وفاق ستيف مرشح ان هو يكون منافس قوي للترجي جوه الملعب؟ صراحه اشك، لان الترجي رد الجعيد الفتره الاخيره برده بدا ياخد كيرف عالي، برده بدا يعمل شخصيه للفريق، برده بدا ياخد ثقه غير طبيعيه. فاعتقد ان الترجي وفاق ستيف هتكون مهمه مش صعبه للترجي، ولكنها مهمه مش سهله، لان الدربيات العربيه صعب ان حد يتكهن بيها ويقول لك ان 100% الترجي هيعرف يكسب وفاق ستيف، لان الفرق العربيه يتخفى منها في ملعبها، خصوصا لما تتكلم على مصر، تونس، الجزائر، المغرب، فرق شمال افريقيا مع بعض، الماتشات بتكون خارج اطار التوقعات تماما، حتى لو في فرقه اعلى بكتير من فرقه تاني على الورق. يعني انا بالنسبه لي شايف ان الترجي اعلى بكتير من وفاق ستيف على الورق. عكس المواجهه الثالثه، يا شباب بلوزداد والوداد. وداد وريد الركراكي بيقدم مستويات مميزه كتيم كمجموعه، في هويه واضحه للفريق، في شكل محدد للفريق، الفريق عنده شخصيه، تحس ان الوداد فريق قوي، تحس انه ند قوي لاي فريق. وشباب بلوزداد الناحيه الثانيه برضه شرحه، شباب بلوزداد ماركوس باكيتا عامل فرقه محترمه جدا. شباب بلوزداد وفاق ستيف كانوا بعاد عن المنافسات في دوري ابطال افريقيا، لان الكره الجزائريه كانت بعيده عن المنافسات في دوري ابطال افريقيا، بس بصراحه اللي بيعمله فاق ستيف السنه دي واللي بيعمله شباب بلوزداد حاجه تحترم لعوده الكره الجزائريه للمنافسه من جديد على دوري ابطال افريقيا. بس اعتقد برضو ان شباب بلوزداد هيواجه صعوبه في مواجهه الوداد، لان الوداد والراجا المواجهه بالنسبه لهم في المغرب الموضوع بيكون صعب جدا. غير للامانه المحترفين بيفرقوا، يعني محترفين الوداد، محترفين الرجاء افضل بكتير من محترفين شباب بلوزداد، افضل بكتير جدا من محترفين وفاق ستيف. فانت بتتكلم حوالين ان اللي عملته الكره الجزائريه ده انجاز، انه بقى في فرقتين في دور الثمانيه، دي حاجه احنا في مصر مش عارفين نعملها بقى لنا فتره طويله. مش فتره طويله قوي، لان الاهلي لسه لعب مع الزمالك نهائي من سنه، بس ما حصلت وما بتحصلش كتير. فاحنا بنتكلم على ناس كانوا بعيد قوي، الكره الجزائريه كانت بعيد قوي، ودلوقتي بدات ان هي تحاول تقرب لفكره ان هي ترجع تنافس تاني، تنافس على دوري ابطال افريقيا. بس اتوقع، انا لسه قايل من شويه ان التربيات العربيه صعب انك تتوقع فيها، بس على الورق الترجي اقوى من ستيف، على الورق الوداد اقوى بكتير من شباب بلوزداد، على الورق الاهلي والرجاء متساويين. يعني شوف حتى على الورق الاهلي والرجاء متساويين، بس الاهلي ان شاء الله باذن الله شخصيته جوه الملعب تقدر ان هي تفرق. هتقول لي كده في مواجهه رابعه، اقول لك لا، ده سان داونز هتلعب بيترو اتلتيكو. كلها تحس ان سان داونز السنه دي بيضا لهم في القفص حرفيا، يعني بسم الله ما شاء الله. هم راحوا خدوا الفرق يعني خدونا احنا في اول المجموعه، وبعد كده دلوقتي هياخدوا بيترو اتلتيكو اللي كانت في مجموعه الزمالك، اللي هو ماشيه معاهم حلاوه. بس ان شاء الله باذن الله خير، ونشوف مباريات جميله، ونشوف مباريات على قد اللي احنا بنتمناه كمصريين وكتوانسه وكمغاربه وكجزائريين، ان احنا نشوف فرقنا بتقدم اداء محترم، يفوز من يفوز. في النهايه زي كره قدم عزيزي، يربح من يربح، والرابح ان شاء الله يكون واحد بس، هو الاهلي المصري. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو هذا رايك واحترم.